راح أقرأ لكم السؤال الرابع شباب. The supersonic nozzle of the figure is overexpanded. Overexpanded with A exit over A throat equal 3 and a stagnation pressure of 350 kilopascal. If the jet edge makes a 4 degree angle with the nozzle center line, what is the back pressure PR؟ مثل ما موضح معكم بالشكل، عندك نوزل سوبرسونيك نوزل، يعني ال بالإكزيت الجريان سوبرسونيك صاير بي اوفر اكسبانشن. اذا ترجع للفصل الرابع تشوف شنو الاوفر اكسبانشن مثل ما هسه شرحناه قبل قليل. وجيكا الاوفر اكسبانشن اللي هو النقطة جي، يعني صار عندك اوبليك شوك ويف معناه. اوكي، فعندك الريشيو اللي هي الاي اكزيت على اي ثروت تساوي لنا 3، وايضا منطيك الاستاجنيشن بريشر 350 كيلو باسكال، ومنطيك الزاوية اللي هي زاوية حافة الجت مع المحور النوزل او السنتر لاين مال النوزل. حافة الجت هذه المنقطة اللي امامكم بالسؤال بالصورة، والسنتر لاين مال النوزل اللي هو الافقي، الخط الافقي، يكون لهذا حافة الجت 4 درجة. جت يعني نفث، يعني هذا الغاز اللي دا يطلع بزاوية مائلة. اوكي، مثل ما تشوفون بالخط المنقط امامكم، هذه الزاوية المائلة تمثل يعني الحد الفاصل بين الهواء الطالع والهواء الساكن اللي هو اللي نسميه الباك، اللي هو خلف النوزل، فصاير كأنه مثل الجدار، حد فاصل. تمام، لانه الجت راح يطلع بسوبرسونيك فلو، فراح تتكون حد فاصل بين السوبرسونيك والهواء الساكن. شلون الصاروخ من ينطلق، شايفين الصاروخ الاكزوز مالته، الاكزوز هذا خلينا نقول الغازات اللي تطلع العادم، نعم، من الصاروخ راح تطلع بشكل يعني شلون نقول كانه حزمه، تطلع على شكل حزمه جت. اوكي، ما يختلط ويا الهواء الخارجي، يعني يكون به حد فاصل، لان صعب يختلط، لان هذا سرعته سوبرسونيك ده يطلع البرة يعني واقف ساكن. اوكي، فبعد مسافه بعد ان يبطئ الجريان يعني بعيد عن الاكزيت مال نوزل، هناك راح يبدي يختلط يتكون. شوف الدخان والهذا وين موجود، الدخان اللي ينتشر من بعد مسافه من المخرج مال الصاروخ. تمام، فهذه المنطقه اللي هي بعد الاكزيت راح تتكون بها حد فاصل، وحد الحد الفاصل هذا يكون مائل بزاويه مثل ما تشوفون هنا 4 درجة مئوية. هذا الحد الفاصل راح يكون مثل الجدار، حاجز. من تتكون موجة مائلة راح ترجع تصطدم به وترجع ترتد. اوكي، فداخل الجت راح تتكون موجة مائلة اللي هي نسميها اوفر اكسباندد. اوكي، تمام دكتور، هي هذه المسألة. المطلوب هو الضغط الخلفي البي ار اللي موجود امامكم بالصورة، الضغط الخلفي. ف يعني على نفس الموضوع تقريبا، هذا السؤال على نفس الموضوع، منطيك الاستاجنيشن بريشر، منطيك الاستاجنيشن بريشر، منطيك الاي اكزيت على اي ثروت. اوكي، اي اكزيت على اي ثروت. طبعا هذه المساله اللي هي كانت مساله 4،
الحل مالها هنا موجود، راح شوية أكبره. اوكي، هنا عندك المعطيات اللي هي الـ هذه الزاوية هي الدلتا، زاوية الدلتا، لأن احنا عندنا هنا المسألة تخص الموجة المائلة. تمام، بما أنه الموجة المائلة متكونة بزاوية غير معلومة، طبعا زاوية الموجة المائلة غير معلومة هنا اللي هي السيجما، لكن الدلتا تمثل لي زاوية الانحراف الديفليكشن للجريان. اوكي، الدلتا هذه المنطيها او الاربع درجة تمثل لي زاوية انحراف الجدار يعني اتجاه الجريان، فهذه هي الدلتا ناخذها. اوكي، والاي اكزت على الاي ثروت هي 3 قيمتها. تمام، بما انه عندي ال قيمة الاي اكزت على الاي ثروت، فممكن استخرج بالايزنتروبيك فلو المقابل لها قيمة البي ستاجنيشن على بي 1. اوكي، لكن عديا ماخ نمبر، هل ماخ نمبر السوبر سونيك ام السب سونيك؟ سب سونيك. الاكزت منطقة الاكزت خلي نروح نشوفها، خلي نشوفها نروح لل الايزنتروبيك فلو عند الاي اكزيت على اي ثروت اللي هي قيمة 3. اوكي، ثلاثة تقريبا صايرة هنا، البي على بي ستاجنيشن على بي هنا قيمتها 1. اوكي، نروح على القيمة السوبر سونيك تقريبا 3 صايرة هنا، يعني هذه قيمتها هنا البي على بي ستاجنيشن هذه 20.58. اوكي، بالضبط هذه 21، قيمة 21 بالضبط. اذا قيمة 21.2 هذه هي البي ستاجنيشن على بي 1، لان هو قال لنا بالسؤال هذا هو سوبر سونيك. اوكي، وهي اصلا متكونه موجات مائله، والموجات الصدميه ما تتكون اذا ما كان سوبر سونيك. فعندي تطلع عندي البي الضغط اللي موجود بالاكزيت راح يكون قيمته 16.4 كيلو باسكال، هذا الضغط اللي موجود بالإكزيت، والماخ نمبر هو 2.64. طبعا هذا الماخ نمبر راح نعتبره الماخ نمبر 1 اللي هو قبل الأوبليك شوك ويف، قبل الشوك ويف المائلة. أوكي، هذا الماخ نمبر 1 لازم شحوله إلى ماخ نمبر إكس. تمام، فش احتاج؟ احتاج السيجما اللي هي زاوية ميلان الشوك ويف، فمن هذا الماخ نمبر وزاوية دلتا اقدر اروح الى جداول او تشارت الشارت مال الاوبليك شوك ويف حتى اطلع السيجما. لهنا واضحة شباب؟ لهنا الى حد الماخ نمبر 1 واضحة. بمسائل الاوبليك شوك ويف لازم عندك الماخ نمبر 1، الماخ نمبر اللي جاي بشكل افقي، زين، قبل الشوك ويف. فاحنا هنا بالسؤال ما عدنا طلعناه، صار عدنا وعدنا احنا الدلتا، نروح وين؟ للشارت مال من؟ مال اوبليك شوك ويف، اوبليك شوك ويف تيبل او شارت. ابحث عن الزاوية 4 درجة والماخ نمبر 2.64، فاروح للأوبليك شارت 2.64 تقريبا صاير هنا 2.6
ورا ب 2.8 يعني اخذ ال 2.6 اللي هو اقرب شيء. هذا خط ال 2.6 اقاطعه ويا الخط الصاعد من زاويه 4 اوبليك شوك ويف. عندك دلتا، الدلتا هو يا محور، المحور الافقي، فاصعد خط من الزاويه 4 اوكي بالمسطره نعم، واقاطعه ويا من؟ ويا الخط الجاي من مال ماخ نمبر اللي هو 2.6 شويه يعني انحرف، بس هي هاي نقطه التقاطع هذه، واسقطها على اليمن على المحور الشاقولي. ايش تطلع لي؟ تطلع قيمه سيجما. هذه القيمه بالنسبه للحل الويك الضعيف. زين هنا سؤال من طبيعه المساله اللي امامك، هل تاخذ الحل القوي يعني السترونج لو تاخذ الويك؟ ناخذ الويك لان الصوره. شنو السبب؟ هو سوبر سونيك بكل الاحوال لازم عندك سوبر سونيك فلو حتى تتكون شوك ويف، سواء ويك او سترونج شوك ويف. لكن هنا ليش اخذ الويك؟ شنو السبب؟ دا تلاحظون انه الشوك ويف بيكون سوبر سونيك. الشوك ويف المائله هنا ايش دا يصير بيها؟ دا ترتطم بالجدار وترتد، تمام؟ يعني معناه اكو اكثر من شوك ويف، يعني شوك ويف المائلة هاي الأولى بعدها شكو اكو شوك ويف أخرى، تمام؟ هذه إذا معناه أنه تكونت شوك ويف أولى بسبب ماخ نمبر أكبر من واحد، وطلع من عندها ماخ نمبر أيضا أكبر من واحد، وتكونت شوك ويف ثانية ماخ نمبر أكبر من واحد. واضح؟ اللي اقصده بالماخ نمبر هو مو الماخ نمبر العمودي، لا، الماخ نمبر اللي باتجاه الجريان. اما الماخ نمبر العمودي على الاوبليك شوك ويف لا، يكون بعد الشوك ويف سابسونيك اللي هو يا ماخ نمبر شو سميناه؟ هاي ماخ نمبر بالضبط، ماخ نمبر واي. شوي عندي مشكلة بالقلم. أكيد هو دكتور عمود يعني واي. نعم. فأريدك تميز بين الماخ نمبر العمودي على الشوك ويف والماخ نمبر اللي باتجاه الجريان، لأن اتجاه الجريان مو عمودي على الشوك ويف. لو كان اتجاه الجريان عمودي على الشوك ويف لكانت المسألة هي مسألة نورمال شوك ويف وليست اوبليك شوك ويف، وبالتالي نستخدم جداول النورمال شوك ويف فقط. اما هنا الجريان ليس عمودي على الاوبليك شوك ويف، على الشوك ويف، لهذا تعتبر هذه الشوك ويف هي اوبليك مائلة. واضح؟ واضح. اذا يطلع عندي الضغط 16، الماخ نمبر 2.6، اروح للشارت تطلع عندي السيجما 25 درجه تقريبا. شوفوا هنا تقريبا 25، يعني كل خط 1 2 3 4 5 اقل من 25، اقل من 26، يعني طلعت هي 25.3 اوكي. هنا هذه ايش اسوي بها السيجما؟ راح اطلع الماخ نمبر شنو؟ اكس، ماخ نمبر اكس اللي هو قبل الشوك ويف ولكن عمودي على الاوبليك شوك ويف. فاطبق القانون اللي هو ام 1 ساين سيجما، الام 1 عندي 2.64 والسيجما 25.3، يطلع الماخ نمبر اكس 1.128. سوبر بالضبط، هو دائما لازم سوبر سونيك. هذا الماخ نمبر راح وين اخذه؟ اخذه واروح ليا جداول. هذا الماخ نمبر هذا عمودي على الشوك ويف، عمودي.
فراح اخذ النورمال النورمال شوك ويف، جداول النورمال شوك ويف. ايش اطلع؟ اطلع البي 2 على البي 1، بي 2 على البي 1 تمام. هذا البي 2 على البي 1 استخدمها حتى اطلع البي 2. ليش؟ لانه البي 1 عندي طلعتها عن البي 1 اوكي، فاطلع البي 2 زين. انا ليش بدي اطلع البريشرز؟ شو اسوي بهن البريشر؟ انا الهدف مالتي شنو؟ اذا ارجع للسؤال حتى ما انسى، اطلع الباك بريشر تمام. الباك بريشر هو الضغط وين صاير؟ خلف الشوك ويف، الضغط خلف الشوك ويف تمام. فمن طلعت الباك بريشر اللي هو نفسه يساوي لنا الضغط خلف الاوبليك شوك ويف، فهذا نفسه هو اللي راح يساوي لي البي ار المطلوب. واضح؟ واضح دكتور. إلى هنا انتهى السؤال وحل السؤال، ويعني أتمنى أنه تكملون حل الشيت حتى اللي عنده مشكلة بالأسئلة الباقية نقدر نناقشها بالمحاضرة الجاية قبل أن نبدي بالموضوع الجديد. راح ناخذ موضوع الفصل الخامس. دكتور نعم تفضل. اذا مو زحمه شويه تمدد لنا مده التسليم في الجمعه والخميس، يوم يومين ما يخالف، سهل. تمام، نحدد يوم بالليل يخلص الوقت. تمام، ماكو مشكله. راح نبدأ بالشابتر الخامس اللي هو الكونستانت اريا دكت، اللي يتكون من جزئين اللي هو فريكشنال فلو، جريان الاحتكاكي، والجريان او الفلو وذ هيت ترانسفير. اوكي، والى هنا ننتهي من محاضرة اليوم. شكرا جزيلا شباب.